الأهم، عشان ده يمكن دايما هيبقى لسان حال الناس. طب احنا، طب بالإضافة لكل ده وفهمنا ان الفلوس دي هتستخدم في حل الأزمة الاقتصادية ان شاء الله وتساعد في حل الأزمة، طب ايه الاستفادة من هذا الموضوع؟ الاستفادة الأخرى اللي احنا لازم ناخد بالنا منها ان كل الاستثمارات اللي هتضخ هتتحول للجنيه المصري، ومين اللي هيشتغل في تنمية وإنشاء هذه المدينة الكبرى؟ كل شركات المقاولات والتطوير العقاري والخدمات وكل الشركات اللوجستية اللي موجودة في مصر، المصانع المصرية اللي هتبقى هي المكلفة إنها توفر المواد الخام ومدخلات الإنتاج والتشييد والبناء لهذا المشروع، وأيضا تشغيله بعد ما هيبدأ إن هو يتنمى. فبالتالي إحنا بنتكلم بدون مبالغة عن ملايين من فرص العمل اللي هتتاح أثناء إنشاء المدينة وبعد إنشائها وتشغيلها للشباب المصري ولكل الفئات، وأيضا شركات المقاولات والقطاع والاقتصاد المصري هيكون بيستفيد بصورة كبيرة جدا من هذا المشروع العملاق إن شاء الله، اللي هو بيحمل كل الخير لمصر. وزي ما قلت لحضراتكم، لن يقل بأي صورة من الصور حجم التدفق السياحي فقط على هذه البقعة من مصر ما لا يقل عن 8 إذا ما كانش أكتر من كده مليون سائح. وبالتالي المستهدف إن إحنا بنتكلم ونحلم إن مصر يبقى فيها 40 و50 مليون سائح من خلال هذه النوعية من المشروعات، فعلا هنكون قادرين على تطبيقه.